بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذة ليلى جمعة جبريل في الصعيد التصنيع الغذائي وحفظ الأغذية بالتعاون مع برتك الأكشن. اليوم هنقدم لكم عصير التبلي اللي هو البونجوليس. المكونات: نص ملوى بونجوليس اللي هو تبلي، 2 كيلو سكر، 2 لتر ماء، ملعقة 10 جرام سمك، ملعقة 5 جرام ملح ليمون، ملعقة 5 جرام نكهة أناناس. المعدات المستخدمة في عمل العصير: جردل عشان نبيل فيه، حلة، مصفى، ملعقة خشب، جركانات للتعبية. الخطوة الأولى: ننظف البونجوليس من البسلار بتاع القفل بتاعه. ويكبر جلده ونديه 2 لتر ماء. نتركه لمدة ساعتين لحد ما يتبل. الخطوة الثانية: بعدين نيجي نفرك العصير عشان نطلع كل الخلاصة من البذور. نيجي نصفي مصفى ناعم. الخطوة الثالثة: نقيس العصير في الكوباية، 3 كوباية من العصير. كوباية من السكر. الخطوة الرابعة: نرفع العصير على النار مع التحريك المستمر لحد ما يذوب السكر. والآن تمت مرحلة الغليان، ونقشط الريم من على العصير. بعد ما قشطنا الريم، بعدين نضيف ملح الليمون 5 جرامات اللي هي ملعقة صغيرة، بنضيف السمق كوباية شاي محلول، وبعدها بنضيف النكهة حقت الأناناس اللي هي 5 جرام برضه. المرحلة الأخيرة خلاص، تمت مرحلة التركيز، وبعدها نعبي في جركانة وهو ساخن.
تعب وهو ساخن بقى الطفل اتحكم على جيبه ويترك لحد ما نستعمله.